فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: من مات آخر النهار وحضرت صلاة المغرب والعشاء، فهل السنة أن يعجل بالجنازة ويصلى عليه بعد المغرب والعشاء، أم يؤخر إلى الغد لحضور عدد أكبر من الناس؟ إذا كانت الجنازة ما تتضرر بالتأخير فلا، فإنها تؤخر لأجل حضور أقاربه ومن يريد حضوره والصلاة عليه. أما إذا كانت الجنازة تتأثر من بقائها فلا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.